السلام عليكم، اسمي محمد عبد الله صف ثاني ألف. شكرا لكم برنامج الجديات. والآن شكرا لكم حروف العطف. و أو ثم واو يربط بين لافتين يشتركان في عمل واحد. ذهب خالد وسعيد إلى المدرسة. أو فتستخدم التخيير، أرغب بأكل التفاح أو الموز على الفطور. ثم تربط بين الأعمال المتتالية بالترتيب مع التراخي. أكتب واجباتي ثم أشاهد التلفاز. حروف العطف: واو، أو،